صلى الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون الإيثار في الأشياء الخاصة كالكتب والملابس ونحوها؟ نعم، يعني يشمل الإيثار أن تتقدم حاجك على حاجة غيرك في الملابس، في الأكل، في الشرب، ويطعمون الطعام على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن تقدم حاجة غيرك على حاجة، هذا هو الإيثار. نعم.